علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند كسود وادا وررك يقدم بيجي علن سيد ميديا حق حساسي اللعاكتي اي دولة دك حيرتي إمارات كعربت أومان تلف صحي إسلامر كاسين الرئيس الوزارة محمد حسين روبلي إيا السفير كإمارات كعربت أو الدولية دل كاس إمارات كعربت مدحوينها عصوبة صومالية حسن شيخ محمود ايا قبي أهام بسيد دك دك هلعاكتا سوف صحي مانتا لعاكتي دولة إمارات كعربتا اي دولة صومالية اي كحيرتي بشي أبريل لوكوني سيدي طبانكي ايا وقدم بينتي ما دلف صحي ايا دا او لغو وريجي سفير كدل كاسي اي مقدشو سيدا اي الو وريدي حقي جيين سيدين تلعاكتاني او دان سقال ببيع لح مليان اي مانتا ايا تيمد كدب قو انك صوبحي محكمة دا قبل كبنادر او لغو امري ان لفصحو لعاكتاسي سيدا اي الو وريديو كتيرسن محكمة دا وحقي جيين ورباهنتا سيدا وكلا وحا كدن بيي مدحوينها عصوب حسن شيخ محمود كدب قو انكاسي ايا الرئيس الوزارة محمد حسين روبلي وحا او لعاكتا كو ريجي سفير كماراتك عربت اي مقدشو محمد احمد رئيس الوزارة صومالية مدنة محمد حسين روبلي ايا تضبا دي جنناي اللوكو نبي لباتان كي وحو الدولة دي ماراتك عربتا كرالي قليي دعدا دي بشي ابريل لوكو نسدي دي طبان كي اي دولة دي صومالية اوغل وريكتي لعاكتاسي او لغسو دجيي قرونك ادن عد وحونا امري ان لفصحو اسلامالين كاسي مدحويني هوري محمد عبدالله فرماجو ايا سو ساري قو انكا دان اهدبو علينتا لعاكتي دولة دي ماراتك عربتا وحونا قدوميها بانجيكا دحيكا دالبضي ان اوسان او قولان ان قو انكا روبلي صندوق دولة دلوغا بحيو لعاكتاسي اساقو قو انكاسي لعاكتا لغو علين ايو كتل مامي مدحل دينا قاتي مرونكا روبلي فرماجو ايا وحا صدون كي جنايو صوفر جلسي محكمة دا قبل كبنادر او سو سارتي امر لغو حكينا يو بحين تلعاك دي مارات كتاسي او حكت جلسي ان لغو وريجي دولة دي مارات كعربتا سيكستاو محكمة دا اياها دو موقتا ان ايمان تبدشي قوان كي دي هوري وحينا سو سارتي امر عصوب او لغو فسح يو لعاك تا او قدن بينا ديب لغو علينا يو دل كاسي مارات كعربتا وركي قدن بيا يا شيق يا ان رئيس الوزارة صومالية مدنة محمد حسين روبلي او قدولة يو دل كاسي مارات كعربتا بناء على وزير الصومالية أو أنسحية رئيس الوزراء محمد حسين روبلي أي فرين عبد الدريد دولة عصوب شركة قولها وزيرة أو مانتا شركة دومينة رئيس الوزراء محمد حسين روبلي أي وحا لغو أنسحية حير مهم أو سعود سينتا هولها دولة دا حير نظامياش لغو أنسحية شركة قولها وزيرة أي كلاه شرعيقة مارينتا مالية دا هندسة شرعيات كالوميسيقة إيا سياسة دا مامولك هولها هاي أدها سمفالك إسلاميقة شركة او اي فرديان انت بدن قولها وزيرة ايا وحا او رئيس الوزارة روبلة كنقايستي وربحنا كالدوان او لحرير تشاقدو دا اساق او كبوري اي دردر قلنتو دا سيدو كلا قولها ايا اوهم بليي مدحوينها عصوبة دالك حسن شيخ محمود او دوان حلك كلا وريقيو محمد عبدالله فرماجو او كاقا اتكاري دورة شديشان يتوانكي ميدع دي مدحوين حسن شيخ محمود هوري واوهم بليي مركلا ايا اوهم بليي نيا انيقا اوكو هاد ليا مقع قولها وزيرة وحان ليا هاي الله اوفضو دي هوش علوس اي او قبتي مدحوين حسن شيخ ايو يري رئيس الوزارة حيقارسين تمدن محمد حسين روبلي وقدم بينتي وحا او رئيس الوزارة فري قولها وزيرة سي هفنان له او قدتان شقدو دا اياقا او دانتو دا شخصي قاهي كورمارين ايا مد دا قود اسلامر كاسنا دا عدوغو اديغان بلشدة صوماليات سيقار اه وزير كدين تا يوقافتا ايو شاقي ان او سوين اولا شاقيو مدحويناها عصب حسن شيخ محمود ما داما لغو جيرو حلقي حاجك اللا اذي اسلامر كاسنا مسوق ما سوق ليسك الاليو دينا عكلا مقالة حيبات كاكسما ايو اي حارون تاكو ميلقار كا او هجوب بلانا ايا شان تي سنو الا صور دافي وجه دي عليس كي اوغو حوقنا اي كادا شايد دقال كي سياسة دي دي او دحي احمد مدوبي اي الدولة دي دحي اوهو قامين اي فرماجو كاسما ايو ايا هاتان وحا او بريي وا عصوب كدب دورا شدي مدحوين حسن شيخ محمود او حلقي سي لا اس اس جوب بلان غار اهان سنه كي 2013 كي شعبك كسمايو اي غود اهان جوب بلان ايا هاتان باهي وينو قبا اسبدل كسياسادهد اي كدعي دلكا ما دام او سامين حوغن كو ييشاي هردنكي سياسادهد اي ودخيهي دولتي محمد عبد الله فرماجي يا مامولك احمد مدوبي قار كميد اي شعبك كسمايو او كهدلي اسبدل كدعي ايا شيغي ان اي كرجينيان مدحوينها عصوب سيدو كلا غبر كلا او كميد اهد دليرده كسمايا ايا اوغو باقدي مدحوينها عصوب انو جوب بلان كا قادو عنا قبتينتي لا ساري سنديه لا سو دافاي دينا عكلا وزير كورفافينتا دولت قبلت كجوب اللان مودان السليبان محمد محمود او كهد ليه حالة ما مولكا يا شيغي ان اي وضان قرش عصوب او اي كو جهيان قبل كجدو سي حلوغو قارو وحي دعي مستر سليبان محمد ايا سيد او كلا حسي ان اي قبل كاكا سمين دونان ديبو هشيسين كدبنا اي دسي دونان ما مولادا قبل لدا اي كو دقمو ينكا
Jubbaland ayaa dagaal siyaasadeed oo culus la gashay madaxweynaha xilka ka sii degaya oo ciidamo fara badan geeyay gobolka Gedo taas oo sii hurisay xiisadda labada dhinac isla markaasina cunaqabateyn xoogan ku soo rogay magaalada Kismaayo si kastaba ha ahaatee shacabka reer Jubbaland gaar ahaan Kismaayo ayaa aad ugu faraxsan madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud ayagoona sheegay inay neef iminka ka soo fuqday iminkana loo baahan yahay waxyaabihii uu horay u qalday farmaajo inuu iminka saxo Xasan Sheekh Maxamuud fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah madaxweynihii laga guuleystay dhawaan maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa boob xoogan bilaabay isla markaasina 37 sargaal ayuu dalacsiyay oo beeshiisa ah madaxweynaha cusub ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo wareysi cusub dhiibay isla markaasina sheegay waxa uu qabanayo boqolka maalmood ee soo socota aan ku horeeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo xilkana looga guuleystay dhawaan ayaa waxa uu dalacsiyay askarta qaarkood kuwaasi oo la helay magacyadooda saraakiil lagu kalsoonaan karo ayaa sheegay in ay warqadda laga dhigay mid waqti hore la daabacay balse taariikhda ayaa la rumaysan yahay in dib looga bedelay warqadda caddeyn ah ayaa la soo bandhigay oo ku qoran magacyadii la dalacsiyay warqadda dalacsiinta oo ay aragtay warbaahinta isla markaasina 37 xubnood laga dalacsiyay ayaa waxaa laga arki karay askari dable ah oo loo dalacsiyay darajada gaashaanle waxaa kale oo warqaddani lagu arki karo in askarta la dalacsiyay ay u badan yihiin beesha uu ka dhashay madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo madaxa hoggaanka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaanshaanla sare maxamed bedel xasan ayaa ku saxiixan warqadda lagu dalacsiyay saraakiisha iyo askartaani balse amarka waxaa bixiyey madaxweynihii hore Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo kadib guuldaradiisii xukunka ayaana sidaasi uu sameeyey warqadda waxaa laga dhigay in mar hore la daabacay isla markaasina saacadihii lasoo dhaafay ayaa la baahiyey si kastaba ha ahaatee boob xooggan ayuu wadaa madaxweynihii hore Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo inta uusan filla Soomaaliya ka bixin ayaa waxa uu sameynayaa in qaraabadiisa uu ciidanka ku sii dhexyaacayo isla markaasina uu ka dhigo in mar hore la dalacsiyey haddii mar hore la dalacsiyey waxaa la arki lahaa waraaqihii ama warbaahinta ama saraakiisha waaweyn ayaa soo bandhigi lahayd laakiin iminka oo xilka loogu guuleystay ayaa la soo bandhigay taasina ma shaqayn doonto dhinaca kale madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii u horeysay shaaciyay qorshihiisa boqolka maalmood ee u horeysa iyo howlaha hortabinta leh ee dowladdiisa qabanayso madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysi gaara siiyey idaacadda V O A-da ayaa sheegay in uu dalka ka dhaqangelin doono tallaabooyinka dhanka amniga ah xasiloonida siyaasadeed iyo dib u soo celinta dhaqaalaha dalka waxaa rabnaa boqolka maalmood gudahood in aan dib u eegis ku sameyno hay-adaha amniga sharciyadooda oo aad u gaboobay waxaa rabnaa in aan heshiis guud oo dowladda iyo dowlad goboleedyada dhexmara oo lagu federaalaynayo arrimaha muhiimka ahi ayuu yidhi sidoo kale waxa uu sheegay in arrimaha amniga ay muhiimad gaar ahay siin doonaan isla markaasina ay hirgelin doonaan qorshayaal kor loogu qaadayo amniga dalka gaar ahaan midda caasimadda magaalada in aan xaqiijinno ayaa rabnaa inay amni noqoto si aan u xaqiijinno amniga muqdisho dhexdeeda muqdisho kuma xaqiijin karno labada shabeelle iyo bannaankana waan ka xaqiijinaynaa arrimaha amniga oo dhan cid kasta oo naga saacidaysa waa soo dhowaynaynaa ayuu yidhi madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inay sidoo kale dib u eegis ku sameyn doonaan qorshe loogu gudbayo nidaamka doorashada dadban si looga gudbo doorashada dadban ee khilaafka badan hareeyey dadka Soomaaliyeed ma jeclaysan sida ay wax u dhaceen in nidaamka doorashada dadban ee khilaafka badan in uu ku soo noqdo marka uu dhammaanayo muddo xileedkayga 2026-ka nidaam dadku isku raacsan yihiin oo ka duwan doorashada dadban ayaa la diyaarin doonaa ayuu yidhi taas oo macnaheeda tahay in doorasho qof iyo cod ahay laga hirgelin doono marka la gaaro doorashada soo socoto si kastaba ha ahaatee madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa aad u ballan qaaday in amniga caasimadda si weyn loo hagaajin doono isla markaasina mas-uul kasta oo ka tirsan dowladda uu meesha raba ka tagi karo caasimadda dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka